فغادي نهضروا على المشاكل اللي كتهم الرجال والنساء كذلك دكتور اسماء. فمن بين المشاكل كنعرفوا تساقط الشعر، فما كناش نعرفوا شنو هي الزيوت الاساسيه اللي نقدروا نستعملوها لعلاج تساقط الشعر. نعم، سبق ان تكلمنا في الحلقه ديال تساقط الشعر بشكل عام يعني، وقلنا ان اول سؤال خاصنا نسولوه هو واش فعلا عندنا تساقط الشعر، لاننا ما نقدروش نتكلموا على التساقط اذا كيطيح لنا 100 شعره في اليوم او اقل. اذا فهي دي مساله اللي هي عادي انك نلاحظ ان يوميا الجميع كيتشكى من تساقط الشعر. يعني دائما راه خصنا نعرفوا ان الشعر ديالنا كيتجدد، الا كطيح لي 100 شعره في اليوم فهي دي مساله العاديه. بغيت نركز على هذه النقطه لان العديد ديال السيدات كيتشكاو يوميا من هذه النقطه هذه. والتذكير قلنا أننا خاصنا أول حاجة نعرفه هو السبب ديال هذا التساقط هذا قبل ما نحددوا العلاج دياله. خاصني أول حاجة تكون عندي واحد التغذية اللي هي متوازنة، يعني ما يكونش عندنا نقص في بعض المواد مثلا الأساسية لنمو الشعر بحال مثلا الحديد، الزنك، لاسيستين إلى آخره. نعرفوا كذلك واش الشخص كيمر بواحد الفترة ديال التوتر أو الفترة ديال التعب، نعرفوا واش الشخص مثلا كيتناول بعض الأدوية اللي كتسبب لنا هذا التساقط هذا، واش عندنا تساقط اللي هو هرموني أو تساقط فقط اللي هو كربي وكنا تكلمنا عليه أو ما يسمى بالفلوفيوم. إذا هنا نقدروا أننا نستعملوا الزيوت الأساسية باش كنحدوا من هذا التساقط وباش كنحفزوا النمو ديال الشعر. من بين الزيوت الأساسية اللي يمكن نستعملوها في هذه الحالة هذه، فعندنا مثلا زيوت اللي كتحفز الدورة الدموية وكتساعد على تدفق الدم كيف قلت نحو البصيلات، وبالتالي الشعر ديالنا كيتغذى. مثلا كاين زيت ديال الغومارين او اكليل الجبل، وكنأكد هنا الغومارين اسينيول، وكنا هضرنا على هذه النقطه هذه اننا خصنا نعرفوا ضروري لي سبيس ديال النبته اللي عندنا. دونك الغومارين اسينيول هو اللي كيتستعمل للتساقط ازير، يعني ازير. نعم الازير هو فيه انواع، كنا تكلمنا على الانواع ديالو. دونك من النوع اسينيول هو اللي غنستعملوه لهذا التساقط. كاين كذلك لو سيبري او لا سيرو، زيت السيرو فتا هو كيتستعمل للتغذيه ديال الشعر. كاين زيت السدر فهو حتى هو كيعطي نتائج فعاله، او لو سيدغ أطلس فهذا عندنا موجود في المغرب. كاين كذلك الزيت ديال لو جينجمبر او الزيت الاساسي ديال السكنجبير، فهذا كيعاون، حنا كنعرفوا انه كيعاون الدوره الدمويه، كيتستعمل لاغراض اخرى من غير تساقط الشعر. كاين الزيت ديال جونيفري او الزيت الاساسي للعرعار، فتا هو تيعطي نتائج فعاله في تساقط ديال الشعر. هاد الزيوت بطبيعه الحال اما كنضيفوها للشامبوان ديالنا كيف قلت بكميه ديال القطره اولا زوج ديال القطرات في داك الكميه ديال الشامبوان اللي غنستعمل في ديك الحاله في ديك اللحظه. وبطبيعه الحال يمكن نستعملوها كحمام زيتي، كنقوموا بالتخفيف ديالها في زيت نباتي اللي كتستعمل كذلك لعلاج تساقط الشعر. كاين عده زيوت نباتيه اللي كتستعمل لهذا الغرض، مثلا كنلقاو الزيت ديال الخروع او لوغيسان، فهذا كيتستعمل معروف انه كيتستعمل للتساقط ديال الشعر. يمكننا نخفوها كذلك مثلا في زيت ديال الخردل او الزيت ديال لاموطارد. يمكن نستعملوها في زيت ديال القنب او لو شانفر، فهو معروف انه حتى هو كيحد من تساقط ديال الشعر. بالنسبه للكميات غنعطي غير تقريبا اللي يمكن نستعمله، يمكن ناخذوا 100 مليلتر ديال الزيوت النباتيه، يقدر يكون خليط من الزيوت النباتيه بطبيعه الحال، نقدر نخلط ما بين لو شانفر والخردل اولا الغيسان الى اخره، وكنزيدوا عليهم تقريبا 60 قطره ديال الزيوت الاساسيه. 60 قطره خليط من الزيوت الاساسيه. بالنسبه للزيوت الاساسيه نقدروا نستعملوا اما نوع واحد، ولكن الا بغيت المفعول اكثر فبطبيعه الحال من الاحسن اننا نخلطوا عده زيوت. هذا الخليط كنخليوه في الشعر ديالنا تقريبا واحد نص ساعه او لساعة. الزيوت من الاحسن ما نخليهمش واحد المده اللي هي طويله، خصوصا الا عندنا واحد الشعر اللي هو دهني، فالدهون فاش كتزاد بطبيعه الحال لي فوليكول كيتحلوا وغادي يبداو يطيحوا لنا الشعر اكثر، ومن بعد كنغسلوه عادي. يمكننا كذلك نستعملوا غنرجعوا ليزيدغولا، يمكن الاستعمال ديال ليدغولا ديال لورتي او اللي كنعرفوها بالدارجه كنسموها حريقه. فحريقه معروفه انها كتقوي الشعر. هاد لو سبراي هذا نقدروا نديروه كل ليله مثلا في الفروه ديال الراس ديالنا، بطبيعه الحال نديروا ان ماساج باش كنعاونوا لا سيركولاسيون ديال لو سون، ونلبسوا به يعني بلا ما يتغسل. هادو طرق مختلفه.